اسمي رشيد بن قامشلي، خلقت وانشأت بالشام. احنا بالبيت 5 أولاد و4 بنات. كانت طفولتي كلها قضيتها بالشام. كنا ندرس، انا احب مدرستي كثير، دائما من المدرسة للبيت حتى ما صار عمري 15 سنة هيك شيء، يعني صرت صف تاسع كنت اتوجه شوي على المدرسة وشوي على الشغل، شوي على المدرسة وشوي على الشغل. حاولت اشتغل بمجال التمريض، ابوي ما كان يخليني، قال كمل مدرستك كمل مدرستك وبعدين تروح. درست 10 وبعدين رحت توجهت لدراسة التمريض، دراسة تمريض جراحي، يعني كان شغفي بالحياة انه ادرس تمريض جراحي. صارت الاحداث بسوريا، يعني شوي شوي الأزمة صارت تعدي بسوريا وصار في مشاكل وثورة. بهديك الأوقات أنا كنت قلق، بينما أنه أنا ساكن بغير مكان وأهلي بغير مكان، أنا ساكن بيت عمي. حاولت أنه أقنع أبوي وأهلي أنه يجون على القامشلي، ما كانوا يقبلون. بعدين أنا كنت متعلق ب3 رفقات تبعي، أصلهم كمان هم وقامشلي كانوا أكبر. ضيعت أهلي بين الحرب والثورة، وهاي أهلي كانوا طالعين من مكانهم نازحين لغير مكان، وأنا كنت أفكر أنهم ميتين بالقصف، أنا ورفقاتي 3 سالار وزنار وآلا. صرنا نتعامل مع الجيش الحر أكثر من النزر. آخر شيء صرنا إحنا التمريض، إحنا صرنا سوولنا فرقة نفس فرقة الدفاع المدني، يعني صرنا وين يصير قصف وين يصير هاي نروح نطالع الضحايا من عند المكان القصف اللي يلزمهم اسعافات اوليه، نسوي لهم اسعافات اوليه، نطالع لسه عايشين هيك شغلات. يعني اتذكر كان جديد يصير شيء اسمه بسوريا جبهة نصرة، كان تنظيم قاعدة. تنظيم القاعدة كان يجيب الناس اللي وسخين من برا يعلمهم الدين ويبعثهم لعدو، يعني كان كلهم تقريبا تقدر تقول مساجين، حريج حبوس، مدمنين مخدرات، كلهم مو من الجنسيه السوريه. يعني لما صار هالشيء احنا عرفنا انه راح تخرب الثوره، وهذول مو جايين يعني كمساعده انسانيه، هذول جايين ينشرون الرعب. كنا نحاول نسحب ايدنا من الموضوع هذا، طلعنا برات البلد عن طريق الرفقات ورجعنا جينا على القامشلي على اساس انه خالصين، احنا ما بقى نقرب على شيء هيئات مسلحه او نظام او غيره او غيره. بالقامشلي كل بين فتره وفتره كنت اتردد على رفقاتي، كنا نتردد انا وسلار لعند بعض نشوف بعض هاي. قال ليش ما تيجي مع الرفقات؟ الرفقات شغلهم كثير منيح، ما يضايقون المدنيه، ما يعني. قلت بدي اشوف بس الفكره تبعهم، افكارهم وافعالهم متطابقه. قال 100%. قلت بدي اشوف عرض الواقع واشوف طريقه عملهم شلون. انا ما كنت اقتنع يعني. يومين 3 كان يتردد على سالار ويرجع يقول لي نفس الحكي. قلت له ما في مشكله، راح اروح معكم فتره اشوف شلون. جينا شفنا رفيق دفرن استشهد، قال لي شو رايك نبعثك دوره برفقات احنا حاطين اسمهم، نبعثهم دوره على مكان مخصص تروح هناك، راح تتعلم ايديولوجيتنا، راح تتعلم طريقتنا بالحياه، طريقه معيشنا بالحياه، وراح تتأقلم شوي شوي معهم مشان تعرف طبعنا للأخير. أنا كان دائما بيني وبين حالي استفسار أسئلة وكذا، وكنت أسألها، يعني أنا مو خجول بالنسبة للأسئلة، كنت أسأل. رفيق دفرم بعتني، رحت على أكاديمية الشيء صادق. أثناء التدريب يعني عرفت معنى حقيقة الإنسان، شو هو معنى الإنسانية، شو يعني إنسان يكون خلوق، يكون صاحب أسلوب، صاحب ضمير. عن طريق فكر القائد يعني تعرفنا على الأمة الديمقراطية، أخوة الشعوب. الأمة الديمقراطية شيء مقدس، يعني الإنسان دائما لازم يطلع على مواضيع الحوالين
البشر اللي حواليه انهم كله بشر، كلنا انسان. يعني ما نطلع على الانسان هذا معاملتي معه حسب طائفته، اطلع على الانسان انه انسان مقابلي، اعامله معاملة حسب مصداقيته معه، ما اطلع على انه قوميته او اطلع على العرق تبعه. شوي شوي بالتدريب عرفت شغلات جديدة، يعني انتقلت من إنسان ما قبل الانتساب وإنسان ما بعد التدريب، صرت إنسان ثاني. عرفت معنى قيمة الحياة أكثر، عرفت قيمة الشعب أكثر، قيمة المجتمع أكثر، قيمة شعبي أكثر. بعد التدريب أنا رفقات شوي شوي انتقلت على مكان بتل علوم بالصوامع، كان في عندنا كتيبة سلاح ثقيل. كان كوميتاننا جلال حبش أيام، رحنا على حملة سنجر، جبل سنجر، ضلينا هناك 3 أشهر. بعدها في رفيق تصاب وكان بعتينه على القامشلي مشان يتعالج. قلت لهم في عندي مشكلة 1 2 3 وأهلي إجباري بدي أروح، أخواتي صغار كلهم أصغر مني، بدي أروح أشوف أهلي، أشوف أمي وأبوي، أخوي مات بدي أعزيهم. قالوا ما في عندك مشكلة، بعتوني أسبوع لعند أهلي. رحت شفت أهلي، كان وضع مكركب، أهلي طالعين من الحصار بس بواعيهم، يعني ما في بالبيت. أتذكر كان أبوي يقول لي أول ما أجينا بريق نسوي بيه شاي بالبيت، ما كان فيه، يعني كانوا جايين من الشام بلا واعي طبعا، بتياب بس وجايين على القامشلي. طبعا أنا بعد الأسبوع رحت على الكتيبة عند الرفقات، حكيت لهم، قلت لهم قصة أهلي 1 2 3 4 5، يعني أهلي بحاجتي وأنا ما عندي مشكلة أنه أضل بين الرفقات، بس أهلي بحاجتي يعني ضروري لازم أروح يعني. وأنا أنتوا إيش تقولون؟ أنا جاهز يعني ما عندي أي مشكلة. الرفقات بعتوني لعند قوات القامشلي وقالوا راح تضل بيننا، كونك رفيق يبقى عادي ما في أي مشكلة. أعطوني النقطة تبعي، أعطيتها للرفقات هين، بقيت حوالي شغلة أسبوع مداوم بالقامشلي بالعلاقات العامة، وبعدين شلت حالي ورحت على البيت إجازة. صرت بين كل فترة أروح وأرجع على البيت. العلاقات العامة قالوا أنت في عندك تجربة، في عندك رايح مسوي أكاديميات، مسوي دورة أنت وشايف التدريب الإيديولوجي، شو رأيك راح نفتح كتيبة باسم الشهيد آزاد جديدة وانت تساعدنا فيها، نبعت معك رفيقين هنيك وانت تساعدنا فيها. قلت ما في مشكلة. كانوا بتلعي يجمعوا الرفقات هنيك، صارت حملة الحميس الثاني بدل البرك، رحنا بالحملة. كنا نواجه صعوبات كثيرة، شلون طالع المدنية، شلون بدنيا طالعهم شوي شوي، ونخاف انه يصير عندنا إصابات بالغلط أو نضرب مدنية بالغلط أو الطيارة تضرب مدنية بالغلط. يعني كان وتجربة أولى يعني إنه طيارة تساعدنا بالحرب. خلصنا حملة الحميس والبرك، رجعنا نفس المكان، الرفقات تبعي كانوا 7 ورفيقي المساعدين لي إنه نسوي كتيبة باسم الشهيد آزاد. الكتيبة شوي شوي كانت تكبر، نسوي انضمامات، صارت 48 رفيق وأنا ورفقاتي 51. الرفقات يجوا قالوا خلاص الكتيبة باسم الشهيد آزاد ما بقى نعملها، لأن في رفقات غيركم سوينوا كتيبة باسم الشهيد آزاد، راح نسميها الشهيد يعقوب. قلت ما في عندي مشكلة. جابوا لعندنا رفيق قالوا هذا يوقف لعند على الكتيبة، وهذا الرشيد راح يطلع من الكتيبة راح يجي لعنا في له شغل تاني. رحنا كان كتيبة سلاح ثقيل بعد حملة البرك جديد يسوون، يعني الرفقات جايبين سلاح وجايبين معدات
وبس بدهم رفقات يوقفون على السلاح هذا. أنا رحت بين كتيبة السلاح التقييم، رحنا بعدها لحملة الهول، شغلت شهرين خلصت الحملة، بعدها رحنا على حملة الشدادي 3 أسابيع خلصت الحملة، رجعنا رحنا على حملة منبج ضلينا 3 أشهر. أثناء حملة منبج لما تصوبت أنا كنا ننصب أسلحتنا، كنا إحنا أسلحة ثقيلة، كان في عندنا هاون كنا نجهز مشان نرمي. وقعت قذيفة بحدنا، قذيفة راجمة، راجمة صواريخ. الإصابة اللي أكلتها ب يعني في كان شظية ضربت راسي بالجمجمة أثناء أنا أسرها فقدت الذاكرة، وفي إصابة كمان برجلي كانت تضيعني من الحركة. حمت الطبقة أول ما رحنا لهنيك رفقات حطوا خطة بديلة إنه يسوون إنزال جوي ونعبر القوات عن طريق السفن ونطالع عن الطرف الثاني شوي شوي حتى ما نحسن نسوي حصار على الطبقة كلها. الحملة تبعنا كانت فيها انتصارات قوية، رفقات قليل عندنا تصابوا وما في عندنا حد استشهد من قوات من قواتنا اللي نفس الفوج اللي احنا جايينه، بس رفيق كان واحد جاي معنا واستشهد نفس القرية اللي صار علينا الهجوم بيها. بعدها احنا رجعنا على القامشلي، كنا بحالة تجهيز ونشوف رفقاتنا اللي تصابوا ونسوي زيارات العوائل وهيك شيء. بعدها رجعنا قالوا بدكم تروحون على حملة الرق، بدنا نسوي حصار على الرقة ونهجم على الرقة. قلنا ما في مشكلة، أول جروب أنا رحت به كنا مكان اسمه سالحبيب، سوينا حصار كبير على الرقة، صرنا نضيق الخناق شوي شوي. قالوا الوضع جوا متأزم وكله ألغام وديروا بالكم، ما أعرف شنو. في رفيق يجي لعندي هو كمان جاب قمتان، قال شوفني التابلت تبعه، قال لي في هاي الأحداثية وهاي الأحداثية، فيها هنيك في مكانين صواريخ موجهة متحصنين كويس، بدك تروح تضربهم تقريبا بنفس الوقت، ما في عندك مجال للخطأ وما في عندك مجال للتأخير، يعني الدنيا صايرة مغرب. أتذكر كان التاريخ 5/7/2017، يعني وقت اللي بدي أروح المهمة هاي، الدنيا مغرب الساعة حوالي 5. فتنا لما لبنايتين بجنب بعض صيرات والباقي حواليهم كله حي مدني، حطينا اسلحتنا فوق، كان معي سلاح B9 SPG9، بدي اضرب هذاك المكان. استدعيت رفيق من عندنا من الاستطلاع، قلت له بدي اشوف بس الموقع، طيرنا طيارة درون شفنا المكان امن، يعني احسن اضرب. انا ضربت اول موقع تبع اول شيء البناية، بعدين ضربت البناية القرميد، أهدافي كانت محققة. سمعنا صوات الداعش على اللاسلكي، كان في عندنا لاسلكي تبع داعش، إنه في واحد اسمه أبو خليل تصاب، والتاني قال جانا صاروخ قطع المجاهدين تقطيع، يعني كان في إصاباتي محققة 100%. قلنا راح أضب أغراضي وأنا أنسحب من المكان هذا، لأن احتمال راح يستهدفونا بدرون أو هاون أو شيء شغلة أو شيء رشاشة ثقيل، راح نسحب حالنا من المكان هذاك. بالأوقات هاي كنا نطلع من الموقع، جهزنا أغراضنا، قالوا المسا ما نحسن نبعث لك سيارة، لأن احتمال داعش يتسللون بين المواقع تبعنا ويستهدفونكم، استنوا للصبح يصير الضوء كويس وخالص. داعش شايفين احنا منين احنا ضربنا، لأن SPG9 طالع ضجة كبيرة ودخنة كبيرة ضوء كبير المسا، يعني عرفوا مكان اللي ضربنا منه، حاولوا يحاصرونا الصبح. والصبح قبل ما نطلع استهدفونا، انا صاروخ اول صاروخ ضربوه لعنا ضرب رجلي وعبر الحيط قطعها بالكامل وفجر بالغرفة اللي بعدنا. الرفقات كنت اسمع اصواتهم يقولون رشيد استشهد رشيد استشهد، انا كنت احاول اسحف لعدهم، جسمي كان معبى اصابات، يعني ما في عندي قوة اسحب حالي، كنت اصيح عليهم ما يسمعوني من الضجة واثار الانفجار، ما كانوا يسمعوني كويس انه انا مقطوع رجلي بفلان غرفة، انا كنت شايف رجلي انا مقطوعه، كنت اشوف العظام زهريات والدم يشرم من رجلي، يعني ما كان لي رجل. رفقات سمعوني اجوا 2 شالوني من تحت جناحي واخذوني مكان امن بغرفه الدرج، كانوا يسووا لي اسعافات اوليه.
رفقات كانوا يسحبون على سلكي ايش بي، قالوا لهم في رفيق تبعنا اللي اسمه رشيد اللي على سلاح ثقيل يوقف تبع طاقم سلاح ثقيل، انقطعت رجله فيه يعني، ويلزمنا سيارة مشان نطالع. وقالوا ما في مشكلة هلا نبعث لكم سيارة. السيارة اللي جت لعنا كانت مصفحة، نزلوني حطوني بيه، جسمي كان متصاب بكثير إصابات كلش صغير، ما عارف من الحيط اللي فات منه علينا الصاروخ ولا من الصاروخ نفسه. طالعونا على مكان إسعافات أولية، وبعدين أنا غمى علي، فقت أنا مشفى كوباني العسكري، كانوا صحيين لي البتر، كنا نقلوني من مشفى كوباني على مشفى القامشلي مشان أكمل علاجي. علاجي كان منيح، عبرت 3 أشهر و20 يوم أنا كان رجلي تمام، جاهز أنه أركب طرف صناعي، ركبت هاي الطرف الصناعي. بعدها أنا كملت علاجي وصار وضعي منيح، كنت أحسن أرجع على رأس عملي. حاولت أرجع مع رفقات سلاح ثقيل، ما كانوا يخلوني، يعني كانوا يقولون أنت زي جندام من جديد، أنت بس دربهم علمهم على السلاح وما بدنا شيء ثاني منك. ضليت شغلة 5 أشهر، الرفقات اللي كانوا يجون جديد كنت أعلمهم على السلاح، وظيفتي هاي. بعدين الرفقات قالوا ليش ما تروح أنت توقف على أكاديميات، أسلوبك منيح. طبعا الرفقات كانوا من الإيالة جايين لعندي، قالوا مشان تروح على منطقة الطبقة، كان في أكاديمية جفاك ديمقراطيك وأكاديمية تبع مالاغازي، وكان في أكاديمية شرفاينو يبقى، مشان نروح هنيك أنا أوقف على أكاديميات، ونفس الوقت كمان إذا في مجال أعطي دروس. كمان لما جيت على القامشلي وقفت على بيت الجرحى تبع القامشلي فترة سنة، بعدها كمان وقفت على أكاديمية شرفاينو كمان شغل السنة وشوي، وبعدين رحت على أكاديمية سوقاس كمان شغل السنة. يعني أنا دائما كنت على رأس عملي، ما تركت الشغل، ولحد هلا أنا بالأكاديمية.